لو الحكاية فيها إن فيتو ورقة اللجنة، تعرف إن مفيش حاجة هتحصل في اللجنة، يعني اللجنة يعني هو تطويل عمر الشيء أو إن ما بقاش في النية. كان الدكتور كمال درويش ماسك اللجنة وأنا كنت موجود، وكان في الحوار بس ما كانش من التطرق، كان الحوار كله على بس مفيش تطرق للائحة الأساسية وهي البقاء أو الهبوط أو المربع الذهبي وشكل المربع الذهبي من دور واحد ولا من دورين، ما كانش الكلام ده بيصغر خالص. جينا في الفترة الأخيرة لقينا لجنة الأندية بقتش بقى تتكلم في البس، بقت تتكلم في البقاء عدم الهبوط، وبالتالي الدورة أو المربع الذهبي يبقى بيصغر. فهنا لازم تخش بقى الناحية الفنية، فدخلنا الناحية الفنية. انا كان ليا انا بحضر اجتماعات مجلس اداره، وكان كنت عامل ورقه عمل وعرضتها على مجلس الاداره. ورقه العمل دي بتقول ايه؟ الورقه بتقول اولا ممكن نلعب الدوره الرباعيه من دور واحد عشان نتمكن ان احنا نقدر نستمر الاهلي والزمالك في البطوله الافريقيه، ان الاهلي والزمالك وخصوصا النادي الاهلي حقق ما حققش الانجاز اللي احنا متعودين عليه. في اخفاقات في النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، طلع من البطوله وراح على الكونفدراليه، فدي حاجه تؤثر على الكره المصريه وشكل الكره المصريه ومعنويات لعيبه النادي الاهلي وشعبيه النادي الاهلي اللي هو رقم واحد في القاره. دي نمره واحد. نمره اثنين، لعيبه نادي الزمالك ما تقدرش تلعب في دوري عام وتروح دوره المربع الذهبي بيلعبوا الذهاب وعوده بلس، يعني الجانب ان هو هيلعب في البطوله الافريقيه. اللاعب المصري ما عندوش الجلد ولا عنده القدره ولا الكفاءه الفنيه ولا البدنيه ان هو يستمر يقدر يلعب في حتتين. احنا بنلعب كل 72 ساعه مباراه، الانديه بتشتكي يا بالك انت هتلعب في اكتر من بطوله. المهمه الكبيره ان احنا شايفين المنتخب بتاع الكابتن حسام البدري 90% من اللعيبه بتاعته بيلعبوا في الدوري العام المصري. حسام البدري هيبقى عنده التزامات وعنده اجنده وهيبتدي يخش في دورات يشترك فيها، برضك مش هيبقى في وقت للدوري العام ان اللعيبه تيجي من المباريات الاجنده بتاعت كابتن حسام وتلعب في الدوري العام. نرجع لمهمه ثانيه.